لفتح الأندية الرياضية. طبقنا جميع الأنظمة المنصوص عليها من وزارة الرياضة، كان بتواعد الأجهزة، كان بوجود القياس الحراري إلى المشتركين، بوجود توفير المعقمات بشكل دوري في جميع زوايا النادي. طبعا هذه الأشياء كانت موجودة من السابق، الآن بشكل دوري راح يتم تعقيم الأجهزة بعد الاستخدام من النادي، وفي نفس الوقت يكون من أشخاص المستخدمين إلى الأجهزة.